الجميع تابع إذا القمة المصرية الأمريكية التي شهدت إشادة متبادلة من الجانبين، كيف تابعت رصد وسائل الإعلام الأمريكية لهذه الزيارة ولنتائجها حتى الآن؟ أولا لابد كان على الإدارة الأمريكية منذ البداية، ليس هذه الإدارة حسب الإدارة حتى باراك أوباما السابقة، أن تعيد الهيبة لمصر ودورها المحوري التاريخي في المنطقة. فأعتقد هذه الإدارة علمت، وتراجع ترامب بهذه السياسة وخصوصا في مجلس الأمن اليوم، هذه السياسة السلبية التي تبعها والتي قطعت طبعا المساعدات أو المعونات العسكرية لمصر، أعاد فيها النظر وعلمت أن مصر ستبقى تاريخيا وحتى الآن دولة محورية، وعليهم طبعا مساعدتها والوقوف بجانبها سواء اقتصاديا أم عسكريا في محاربة الإرهاب، وأيضا دورها التاريخي المعروف كوثيق وأيضا وكحليف لأمريكا تاريخيا. إذا الإعلام الأمريكي طبعا يرفض جميع، ليس فقط مصر ولكن جميع الدول، ولكن كلمة أعتقد كلمة ترامب أشادت بالدور القوي لمصر وخصوصا بعد استلام السيسي والإصلاحات الاقتصادية التي تعتبرها أول ربما بدور النجاح للرئيس المصري. هل هذا يكفي؟ لا، أنا بنظري لابد من الإدارة الأمريكية عليها أن تدعم مصر أكثر خصوصا في الاستثمارات والمعونات المادية، لأن أولا مصر كدولة كبرى و 100 مليون بني آدم لا تستطيع مصر اليوم بهذه التحديات التي واجهتها في المنطقة أن تقف يعني لوحدها، لهذا ربما الإدارة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي عليهم أن يستثمروا أيضا في دعينا دكتورة عبير نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. الكلمة ما زالت مستمرة إلى الآن، نتابعها على الهواء مباشرة. أشار أيضا إلى التعاون المشترك ما بين أمريكا ودول أخرى في الشرق الأوسط في ملف الإرهاب، وبالتأكيد أشار إلى أمور أخرى. أبرز الرسائل التي يريد ترامب اليوم أن يرسلها إلى دول العالم برأيك من هذه الكلمة، خاصة في ملف مكافحة الإرهاب؟ نعم، مكافحة الإرهاب أشار طبعا يعني أولا فيما يخص إشارة، كانت الإشارة واضحة وبينة إلى النظام الإيراني الذي يعتبره طبعا مبني على الدين والخبث والدهاء، وأنه طبعا يقوض السلام في المنطقة. هذه طبعا الكلمة لا تصب في مصلحة الاتفاقات القادمة، إذا كان سيكون اتفاق أمريكي إيراني وخصوصا لإعادة كما نسميها الاتفاق النووي، لأنه فصل بين الشعب وقال على العالم دعم الشعب الإيراني وعزلة إيران. إذا أعتقد هذه سيكون الرد الإيراني سلبي جدا، وخصوصا رأينا في مجلس الأمن نظرات المندوب الإيراني في ترامب كانت عدائية جدا. طبعا يترجمه هذه او البادي لانجويج بان ايران غير راضية، لكن وايضا اشار الى دورها السلبي في سواء في سوريا ام في اليمن. اعتقد هذه لا تصب في المصلحة الامن القومي حتى الامريكي، وخصوصا بعد الاعتداءات في الاهواز. أشكرك. على ترامب ربما اعادة النظر في هذه القضية بالذات. اشكرك جزيل الشكر.